عندنا ورشة حول استحقاق أيلول، بعطيها الأستاذ ناصف معلم، بتحكي عن أنه المركز الفلسطيني داعم لموقف القيادة الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة للاعتراف فيها كعضو في الأمم المتحدة أو دولة عضو، والقرار الأخير هو التوجه لجمعية الأمم المتحدة للاعتراف أنه دولة عضو غير مراقب أو دولة غير عضو مراقب. وأنا بوجهة نظري أنا بدعم القيادة الفلسطينية، وبتمنى أنه أو بتوقع أنه يكون طريق لإنهاء الاحتلال وتدويل القضية الفلسطينية.